ويفنى ما فيها، ولكن هناك شخصيات تبقى شامخة كالوجود بفضل أسمائهم وتاريخهم العريق، أفنوا حياتهم داخل جدران القلعة الحمراء. ولذا نواصل تقليب وتصفح فصول كتاب 100 سنة أهلي لنضع تحت الضوء شخصية من شخصياته المبهرة، لنتزود من صفحاتها معنى العطاء والاجتهاد والإيثار والفن والموهبة. هو واحد من أعمدة الدفاع الأهلوية التي ساهمت وبشكل فعال على السيطرة على بطولات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الألفية الحديثة، وتحديدا تحت قيادة المدير البرتغالي السابق للمرد الأحمر مانويل جوزي صاحب الإنجازات الفريدة في العصر الحالي. هو ابن نادي أسوان المدافع الصلب عماد نحاس عمدة الدفاع الأهلاوي الذي بدأ حياته الكروية في نادي أسوان في عام 96، وكان في ذلك الوقت هو ممثل الصعيد في بطولة الدوري الممتاز، إلى أن انتقل إلى قلعة الدراويش في بداية موسم 98-99 بناء على ترشيح من عماد سليمان نجم الإسماعيلي الأسبق ليبدأ معه صفحة التألق. هو ابن عروس الصعيد المنيا، هو أحد أكبر نجوم القلعة الحمراء، كان يمثل صمام أمان للدفاع الأهلوي، كان يتمتع بصفات تجمع ما بين الحرفية والهدوء والمراوغة في الملعب والثقة والذكاء، بل والتعاون مع زملائه داخل المستطيل الأخضر وتجميع تركيزهم من أجل الفوز وتقديم المهارات والروح والفن واللعب الجماعي المميز لجماهير القلعة الحمراء، وهو ما منحه لقب وزير دفاع النادي الأهلي. ولا يتوقف دوره على الدفاع فقط، بل إنه أيضا كان يتميز بإحراز الأهداف الحاسمة والهامة للقلعة الحمراء. حقق النحاس بطولات عديدة مع الدراويش، منها بطولة للدوري المصري الممتاز 2001-2002 وبطولة كأس مصر موسم 99-2000. انضم النحاس إلى النادي الأهلي موسم 2004-2005 قادما من النصر السعودي بعد إعارة النادي الإسماعيلي له لمدة 3 أشهر، ليكون من أهم الصفقات الناجحة التي أبرمها النادي الأهلي، ليبدأ صفحة جديدة من الإنجازات والبطولات والألقاب، ولكن هذه المرة بالفانيلة الحمراء. وفي أول موسم له أيضا مع النادي الأهلي استرد الأهلي درع الدور العام الغائب عن الجزيرة ل4 أعوام متتالية، وحقق الأهلي أرقاما قياسية على المستوى المحلي والأفريقي يصعب على أي ناد أن يحققها في القريب، ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة. سجل النحاس 5 أهداف في أول موسم له مع النادي الأهلي، كان أولها أمام المصري في الأسبوع الخامس وآخرها أمام المحلة في الأسبوع الأخير من الدوري. ومن بطولات الإسماعيلي إلى القلعة الحمراء نجد النحاس يحصد المزيد من الجوائز والألقاب، منها برونزية كأس العالم لكرة القدم للأندية 2006 وبطولتي دوري أبطال أفريقيا لعام 2005-2006 و5 بطولات للدوري المصري الممتاز بدءا من عام 2004-2009 وبطولتي كأس السوبر الأفريقي لعامي 2006-2007 وبطولتي لكأس مصر عام 2005-2006 وكذلك بطولتي كأس السوبر المصري. في عام 2009 اعتزل النحاس عن الملاعب ليخترق مجال الإدارة ويتولى منصب مساعد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثم تولى منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ثم خاض أولى تجاربه كمديرا فنيا لنادي أسوان الذي وضعه على سلم المجد والنجومية قبل أن يتولى مهمة القيادة الفنية لفريق الشرقية في الموسم المنصرم، ليبقى ويظل عماد النحاس أسطورة كروية وحدوتة من حواديت القلعة الحمراء.